من أبو ظبي وائل حماد المدير الإقليمي لآي سي إم كابيتال. أهلا بك وائل. تتحدث جولدمان ساكس عن رغبتها باحتواء الركود في الأرباح والعائدات من خلال هذه الخطوة بتسريح 4000 موظف، ولكن رأينا هذه الخطوة أيضا في قطاع المصارف في أكثر من بنك عالمي، أيضا رأيناها في قطاع التكنولوجيا. هذه الخطوات وهذه حركات التسريح هذه في الشركات الكبرى، هل هي فقط للسيطرة على الإيرادات أم هي فعلا بداية بوادر الركود؟ نعم، أهلا وسهلا فيك مايا، وكل عام وأنتم بخير. بالتأكيد هلا نحن عم نشوف يعني خطوات مماثلة كانت أو ممارسات كانت من شركات التكنولوجيا سبقت قطاع المصرفي أو القطاع المالي. كان في عندنا تسريح أيضا ب يعني نسب لا بأس بها، كانت بميتا ولا كان بأمازون أو ب يعني قطاع أو شركات أخرى كبيرة في قطاع التكنولوجي. اليوم بدنا نعرف أيضا بالنسبة للقطاع المالي، يعني هو ليس غريب عن القطاع المالي، دائما في نهاية كل عام بيكون عنا نسب بتخفيض عدد العاملين. يعني على سبيل المثال جولدمان ساكس يعني النسب كانت قبل كوفيد تتراوح بين 1-5% من تخفيض عدد العمال في نهاية كل عام، ولكن النسبة تجاوزت طبعا هي النسب المعتاد عليها. بالتأكيد القطاع المالي من القطاعات اللي كانت عم تستفيد بشكل كثير كبير في السنوات الماضية، وخاصة بعد يعني أزمة كوفيد 19 وشفنا التقلبات كانت في الأسواق، وخاصة أقسام التداول يعني بالقطاع المالي كانت هي يعني من الأقسام اللي كانت عم تستفيد بشكل كثير كبير بالنسب أو ازدياد نسب المخاطرة في الأسواق. كانت في عندنا نسب تداول عالية جدا. اليوم مع تراجع شهيد المخاطرة عم نشوف بالأسواق المالية، أيضا باحتساب موضوع التكلفة المدفوعة بالتضخم، زيادة التكاليف، تقلبات الأسواق، أيضا تراجع الإيرادات اللي كانت يعني بشكل واضح شفنا مست القطاع المالي والمصرفي. بالتأكيد رح يكون في إجراءات هي يعني التخفيف من التكاليف في سبيل رفع الإيرادات أو مواجهة نقص الإيرادات أو تراجع الإيرادات في العام القادم. نحن بنعرف أيضا موضوع رفع أسعار الفائدة كم هو موضوع حساس بالنسبة للمقرضين اللي من القطاع المالي، فبالتأكيد كل هي كلها من نحطها بإطار واحد. بس إني ما بيستفيد قطاع المصرفي بيستفيد من رفع أسعار الفائدة؟ بالتأكيد بيستفيد عن نسب معينة، ولكن اليوم نحن شفنا نسب الأقراض تراجعت بشكل كتير كبير. يعني في وقت أسعار الفائدة عم بتكون عم ترتفع بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة حتى للمقترضين الأفراد عم تتراجع. يعني على سبيل المثال إذا أخذنا شراء المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية يعني تراجع للشهر السادس على التوالي، وهذا كله مرجوع لنسب أسعار الفائدة اللي غير مسبوقة. وأيضا عندنا موضوع يعني أسعار الفائدة اليوم لما بنعرف في سقف لأسعار الفائدة أو توقعات واضحة ممكن يكون أمام المستثمر فرصة لاغتنام هاي الفرصة، يعني ممكن يكون في قروض أو عند مستويات فائدة محددة، ولكن اليوم حتى اللحظة نحن العام القادم ما بنعرف أيضا يعني نسب الفائدة اللي ممكن قد يقدم عليها البنوك المركزية بشكل عام والبنك الفيدرالي بشكل خاص. فاليوم كلها هي حالة عدم اليقين بالنسبة لرفع الفوائد بالتأكيد بتأثر على المقترضين اللي كان أفراد أو شركات، وبالتالي بتنعكس بشكل مباشر على القطاع المالي اللي هو راح يكون متضرر من هاي الموضوع. طيب هذا بالنسبة للقطاع المالي، خلينا نحكي كمان عن قطاع التكنولوجيا. سمعنا فيه كتير أيضا عن تسريحات وأيضا خسائر قوية في قطاع التكنولوجيا، يعني الناسداك نسبة الخسائر على مدى هذه السنة تقريبا 34%. بس بدي أسألك عن التسريحات، رح نحكي بعدين عن الأسواق والأسهم. هذه التسريحات ما هي آثارها أو انعكاساتها على الشركات وارتباطها أيضا بالأداء في الأسواق؟ يعني كمان ايضا قطاع التكنولوجيا يعني كان هو المتضرر الاول حقيقه من موضوع تجديد السياسه النقديه، لان كل اسهم التكنولوجيا يعني تعتبر من اسهم النمو اللي بتتاثر بشكل مباشر بالارباح المستقبليه، طبعا تتضرر بموضوع احتساب اسعار الفائده وارتفاع تكاليف الاقراض. فكانت نزيف يعني حقيقه اذا صح التعبير بالاسواق الماليه، كان عم يضرب اسواق او قطاع التكنولوجيا بشكل مباشر. اذا ما اخذنا على سبيل المثال يعني سهم تسلا مصنف تقريبا كقطاع من اسهم قطاع التكنولوجيا، شفنا عم تراجع تقريبا 70%. يعني ايضا امازون، نتفليكس،
كلياتها كانت عم تؤدي الى يعني رح خسائر نحكي عنهم، بالمؤشر. رح نحكي عنهم شوي اكثر بالتفصيل بعد شوي، وائل ارجو ان تبقى معنا لبعد الفاصل نتحدث اكثر عن اداء الاسواق العالميه في اليومين الاخيرين من العام الحالي. نعود الى ضيفنا وائل حماد المدير الاقليمي لاي سي ام كابيتال معنا من ابو ظبي. وائل، بعض الاخبار ايضا في السوق يعني، ولكن دعنا نبدا بالحديث عن السانتا رالي الذي اختفى هذه السنه، كنا تعودنا عليه في الاعوام الماضيه. هل قد هاي السنه صعبه وبشعه للاسواق الى اي درجه يمكن تقييمها؟ يعني نحن نقول هو العام الأسوأ منذ 2008، ولكن لجهه احجام التداولات، لجهه العوائد ايضا في الدخل الثابت، يعني ايضا الدخل الثابت يتعرض لخسائر كبيره خلال هذه السنه، كل هذه العوامل تجعلنا نتحدث عن الاداء السنوي، كيف تقيمه بالمقارنه؟ نعم مايا، حقيقة يعني السنة كانت استثنائية، يعني إذا أخذنا 2020 أيضا كانت سنة استثنائية بالنسبة للأسواق، ونحن بنعرف السبب كان عندنا كوفيد وموضوع الإغلاقات وفتح الاقتصاد كان هو الهاجس اللي كان عم تشغل الأسواق. اليوم ب 2022 حقيقة كان موضوع التجديد السياسي النقدية اللي هو طبعا كان حدث، طبعا يعني إذا ما استثنينا العامل الجيوسياسي روسيا والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعاتها، ولكن الموضوع تجديد السياسة، يعني نحن عم نتحدث بموضوع الصلب الاقتصاد، تجديد السياسة النقدية بالنسبة للبنوك المركزية وخاصة للجي 10 اللي إذا ما أخذنا بشكل يعني فقط محدود، نحن عم نتحدث عن رفع أسعار فائدة تقريبا ب 2700 نقطة يعني منذ بداية العام بالنسبة للجي 10، فنقطة 2700 نقطة أساس. فالتجديد السياسة النقدية ووتيرة تجديد السياسة النقدية كان لها وقع كثير كبير على الأسواق، يعني في نحن إذا ما كنا عم نتحدث أن البنوك المركزية تأخرت في رفع أسعار الفائدة، فبدأ الفيدرالي وكانت الوتيرة شديدة جدا. لما بدأ السوق يعني مع بداية الربع الثالث، يعني بدأ السوق نوعا ما يسعر أنه تبطيء وتيرة أسعار الفائدة، لكن كان الحديث عن الركود اليوم نحن عم نشوف يعني أصبح أمر واقع حديث الأسواق عن الركود، يعني التفتت الأسواق من تجديد السياسة النقدية اليوم عم تتحدث عن الركود، وإلى متى المدة الزمنية، الإطار الزمني اللي عم نتحدث عنه، هل يكون أنه في أقاليم معينة أو مدن أو دول معينة أو رح يكون عالمي؟ فاليوم هذا الهاجس عم يضرب كل يعني المستثمرين، وعم نشوف بالفعل هناك تراجع عن شهيه المخاطر بشكل كثير ملحوظ. ايضا فتح الاقتصاد الصيني، يعني اليوم حديث كان هو الهاجس اللي كان عم تحدث عنه الاسواق بشكل كثير كبير، انه الاقتصاد الصيني واغلاقات، اليوم حتى مع فتح الاقتصاد الصيني اليوم عم نتحدث عن انه ربما يؤدي ذلك الى تغذيه التضخم، لانه راح يكون في عندنا فتح لاقتصاد كبير، ثاني اكبر اقتصاد بالعالم، ازدياد الطلب على السلع من الصينيين، او ايضا نشاط السفر وهي المواضيع الاخرى، فربما يكون ايضا هذا عامل اخر يضاف الى العوامل اللي كنا عم نتحدث عنها سابقا، اللي ممكن تضع نوع من حاله عدم اليقين بالنسبه للربع الاول من العام القادم اللي هو بدنا نتابعه بشكل كثير يعني قريب. نعم، شكرا لك وائل حماد المدير الاقليمي لاي سي ام كابيتال، كنت معنا من ابو ظبي، شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بخير. ICM.com بيتك الاستثماري.